السلام عليكم البنات، كي راكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، الفيديو تاعي يلقاكم بصحه جيده. كنت هذه الايامات بعيده على السوشيال ميديا، مالغري انا واحد من الناس، اعوذ بالله من كلمه انا ما غاديش نقول بلي انا عندي قناه كبيره وقناه طيطي وتاع كلاش وتا تا 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 تا، باسكو راهم بينات وباينين اصحاب الكلاش المعروفين، راكم فاهميني. انا دايره قناتي روتينات معلومات خبرات في الحياة على حسب مستوايا تاع ولادي وعلى حسب مستوايا التعليمي، ودايرة لي كلاش من نخرج نهدر. انا نخرج نهدر على فيديو ثقبني بالتبهديل، هيا نخرج نهدر. انا ما راهم ناقزيني، ما راني نوضع صبعي يقولوا لي خرجي هدر على فلان، فهمتوا؟ انا نهدر بعقلي ونهدر بقلبي، هذه هي. انا نتفرج ما يعجبنيش فيديو نخرج نهدر. انا يا ما راهي محرشتني ديفا راشا، ما راهي محرشتني ديفا اسمع على فريال. انا فريال كل يوم كيامس اختي، ما بيني الله وكبر الحق ما بيني وبينها حتى اشكاليه، نتفرجها عادي. وراشا صاحبتي وبنت البلادي، ربي خفف غربتها، الله يسهل عليكم هاد المشاكل. انا ما دخلني فيها شيلة، جيت نهضر على وحده حلت قناه بدات كلاشي، شغل دايرينها ما على باليش كيفاه دايرينها تكلاشي هذوك اللي راكم فاهميني، هذوك اليوتيوبر الجدد اللي راهم طالعين دروك باينين مش اصحاب الخبره، هيو دايرينها تكلاشي في اللي قدام في اليوتيوب. باغ اكزومبل راهي متضامنه مع هناء بيوتي وتكلاشي في فاطمة السويد. هر واحد نقول لك فاطمة السويد انا شخصيا نهضر عليها حبيبتي قلبي، هر واحد سمعيني غاية شلي ودنيك غسلي ودنيك بالكوطون تيج بال كيما بغيتي، هر واحد نقول لك انا مين هدرت مع فاطمة السويد، هدرت على شخصيتها، هدرت من باب الانسانية، انا ما هدرتش على اساس راهي تخلصني ولا اساس نديلها في البوز ولا هذه اصلا راهي معروفه، فهمتي اختي؟ انت اللي راكي هذيك القناه راكي تحوسي تكبريها، كبريها بالمصداقيه ماشي تكبريها بال كفاهمه، ديجا اصلا انت راكي كبيره، معليش الشيطان وحشمي غير هنا هنا صوتك راكي كبيره، راكي اجي ديجا اجي، ما كاينش في اللاج تاع اللي تقولي يا بيوتي ديجا تفكرت وراحت للعمرة، ديجا تفكرت يا تفكرت راحت خنزت العمرة ماشي راحت جابت العمرة. انا اون بيرسون درت عليها فيديو مع اللي كانت في العمرة وكانت تبكي، ضامنت معاها غاضتني، كنت مالها بنت بلادي راهي تبكي حقروها راحت جابت عمرة، بالصح ما قلت بلي قعدوا معاها ديروا عليها دوك اللايفات سامحيني، انتي من تبغي راكي تصلي في دارك جيسبيغ، ما على باليش والله اعلم الا تصلي ولا ما تصليش. انتي كي تصلي في دارك ديري لايف وتصلي؟ اه ديري لايف وتصلي؟ لا بينا ونصلي عليه، عطي الوقت عطي ربي حقه بينك وبينه، هذه هي تصلي صلاة ربي، مش تصلي الشعب يشوف فيك بلي راكي تصلي في المسجد الحرام، لا نيشان يعني غلطة. زيد فاطمة السويد انا كي هدرت عليها، انا ما هدرتش عليها دروك انا مانيش عايشة معاها ومانيش شايفتها شاهي دير وشا ماهيش دير وشا، الله يسهل على كل مؤمن، الله يسهل على كل واحد والله يسهل على كل واحدة. انا هدرت عليها في الباسي من كانوا يقولوا ماشي بنت فاميليا، كنت نقولها بنت فاميليا، هذا ذا شكون وها ماما ها شكون وها خوتها شكون. زيدي هدرت على العيشه اللي كانت عايشتها بكري، كانوا حاقرينها قال لك من الزريبه للدريبه، هي لا 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 لا، وراني حطيت لكم فيديو من زارتهم قناه ال بي سي بكري من كنا نديروا لونتين، الا تعقلوا لونتين كاش وحده تجي تقول لي مانيش على تجيل التسعينات اللي تجي تقولي بارابول من بكري عنا، لا 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 انا على الجيل الذهبي، كنا نديرو لونتين كانوا يديرو فيها الدويره الرونديله تاع هذيك الدراجه بنو،
لا راني نهضر في داك المومون زارتهم ال بي سي في دارهم. ايوه هذه هي. انا كي هضرت من باب الانسانيه، هضرت باللي ماشي كاع ديروا دوك الصوالح ومين جات فيها هي وليتو حرام وكاع وليتو داعيه كاع شمس الدين، كاع وليتو شمس الدين، كاع شمس الدين ولا الشيخ حمو كاع 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 كاع. لا كل واحد يهضر حده قده. اختي انا ما نهضرش دروك، الله يسهل على كل دروك، الله يسهل دوك نوري البنت. شفتوا التربيه؟ انا بنتي الله يبارك صغيره قالت لي ماما وريلي كيف نتوضا وحدها. شي تربية تم ربي من عند ربي، مشي تقول ترد دون في والديها. والديها الله يرحمهم، الله يغفر لهم ان شاء الله يا ربي. مانا الحاجة نونو نعرفها الله يرحمها، نعرفها شخصيا، وبابها نعرفها شخصيا الله يرحمهم ويوسع عليهم. حوجي خطوها راهي مشوية، ماتوا والديها وما شافتهمش، ماتوا والديها وما شافتهمش، باباها وامها، باباها وامها وما شافتهمش. جيتو كاع طيحوا عليها الرك 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 الرك. علاه علاه راهي عايشة حياتها، خلوها تعيش حياتها، دعوا لها ربي يهديها، دعوا لها ربي يسهلها امورها. وكاع بنات بلادنا، انا مين هدرت على هناء شي نكرهها؟ لا حاشا، كاع بنات بلادي راهم في الغربة، ربي يخفف غربتهم، سواء داخل الوطن الجيل الفرنسي، سواء داخل الوطن الالماني، سواء داخل الوطن كاع الدول. لا ربي يخفف غربتهم ان شاء الله. بصح شيلة انا اللي هدرت قلت اعلاه يحلوا قنوات مزلوطات نورمال، يعيشوا حياتهم نورمال، تيبداو يبارطاجو في حياتهم. ها راجلي ضربني، ها وصلت للطلاق مع راجلي، ها حماتي دارت لي، ها حمايه دار لي، ها خالو، ها عمو، ها اختي، ها صاحبتي صوتتني، ها بغات تدي لي راجلي، ها صاحبتي دارت فيديو طلعته وعايرتني. علاه تبارطاجو الكشف تاعكم ومين يخرج الشعب يهدر ما يعجبكمش الحال؟ انا ما فهمتش هادي اللي ما فهمتهاش، علاه تبارطاجو حياتكم؟ راني كاع على اللي راهم داخل السوشيال ميديا، باسكو اللي خارج السوشيال ميديا راهم باينات معروفات الله يبارك ربي يحفظهم ان شاء الله. فهمتوا؟ اللي راهم داخل السوشيال ميديا في اليوتيوب في التيك توك في التيك توك 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 في جماعتهم هادو، علاه تبارطاجو حياتكم ومن بعد تندموا تقولوا علاهم يهضروا علينا؟ يا الشعب يقبض غير النقطه ويزيد يكبرها، الشعب بوشون يرده بسينا. هذه هي، نتوما بارطاجيتو حياتكم؟ لا خلوا حياتكم نغمال. ها هي ام وليد الله يبارك قناتها الله يبارك راهي في العالميه، شفنا غير داك الطرف تاع الكوزينه تاع دارها ولا الطرف تاع الدوش من دارت هذيك البيبليسيتي تاع على الكوفيد. شفنا شومبرتها؟ لا. شفنا الصالون تاعها؟ لا. شفنا كوزينتها كومبلي؟ لا. شفنا وجهها؟ لا. شتو اللي محافظة على روحها ومحافظة على دارها اي عارفه روحها كي تمشي ويعرفها روحها كي تعيش. القاوري بكري والله ماني حافظتها اون انجلي بصح بالعربيه نترجمها بالعربيه، قال لك من يريد ان يعيش سعيدا يعيش متخفيا. يعني ما تخبروش الغاشيشكم عايشين، باسكو الغاشي كاع راهم ياكلوا، كاع راهم يشربوا، كاع راهم يديروا البارفان، كاع راهم كلش. على انت ما تقعدي تزوخي قابضت لي البارفان وتقولي لها اي فالور ولا هاد البرودوي هدا بيوتي ولا هاد البرودوي ساري الاخرى سيفورا ولا عليها. اختي اللي شباب شباب واللي شابة شابة، فهمتي اختي؟ يا شابة اش دير؟ دير افتتاح غسيل ودير غفتتاح تراسي حوجبها ودير افتتاح بريولاف، ديش كيما نتوما ها الفيكساتير وجماعته والفوندو تاع الطبقه الاولى الطبقه الزوجه لونتي سيرن فراجو فرا بوبير غسيل لي سونستيل لي زيكستيل لي بيستيكستيك سيك. اودي حبوبه كحله ديروها في وجوهكم، انا في بلاصه داك اللي نديرها في وجهي نولي نحس روحي ني نمشي على ظهري ماشي نمشي على وجهي. وما تولوش شابين ما تولوش شابين، لي شباب شباب وكحله بزينها، البيضه بزينها، الصفرة بزينها، البنيه بزينها،
ربي وخلقناكم في احسن تقويم. بتعرفوا خير من ربي. استغفر الله يا ربي، استغفر الله يا ربي. يا السوشيال ميديا ولا السوشيال عفة، سوشيال علة، سوشيال زبل، سوشيال خنز، سوشيال تبيب، السوشيال الكشف، سوشيال تبهديل. ومعامل مع الجزائريات بنات المجاهدين. حوجي انا وكي ننتبه. هيا وجي باش تطلع قناتها تولي غير تشمشم كي الكلب. وين هالفيديو اللي نتبعها باش نطلع قناتي؟ وين هالفيديو على من نهضر باش يطلعوا لي زابوني؟ شكون اللي راه طوندونس باش نهضر عليه؟ شكون اللي راه من؟ يا اختي انا روحي نقول لك، انا نحل من عندي قناه دي فيها كلاش، دي فيها روتينات نديرو. مرحبا بلي تدخلوا عندي، مرحبا والف مرحبا. بصح كي ندير اليوتيوب ونقعد نتفرج، ماشي نروح لفلانه ديريكت نحوس عليها، لا ندير قنوات راني نتفرج، راني نطلع 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 لي فيديو لي اتيريني. راكم عارفين الصوره المصغره، الفيديو لي اتيريني نتفرجه، كي ندخل فيه نتفرجه، عجبني ما عجبنيش نخرج بفيديو عليه. هذه هي انا السيستم اللي دايرتها في راسي. نتفرج فيديو عجبني ما عجبنيش نخرج بفيديو عليه، سواء نكلاشيه سواء يعجبني نهضر عليه بالخير. بزاف كثرتوا على موصاكم هاي ناسي ما فاميلي، راح حتى كاع بعد بعدتكم بعدتكم كاع، عفوا قالت لكم خطاني خطا جرتيني بنعيش حياتي. ولادي راهم يكبروا، عندها الصح عندها الصح. الواحد راه يكبر راه صغار، الواحد راه يكبر. نعلو الشيطان نعلو الشيطان. المخيره فيكم راهي والده ومعاوده، والمخيره فيكم راهي مجلده وملده، والمخيره فيكم راهي متكسله ومركسه. بزاف عليكم اختي، نعلو الشيطان. خلوا اليوتيوب شويه يتنقى منكم. ها بنيتي زادوا ديالكم الفيسبوك بالدراهم، راكم ما تنوضوا ملي تحلوا عينيكم وانتم على لايفات. ملي تحلوا ومين يصرا لكم غلطه ويديروها كوبي كولي الشعب، نتوما تقولوا لا على راهم يديروا لنا هكا. يا خلا درت داك انت درتي اللايف وخليتي لايف، خليتيهم يتفرجوا لايف، الو غيقارعوا غير الغلطه غير الغلطه. هذه هي، فهمتي اختي الشابه اللي هدرتي على قلتي لي بلي راكي تهضري على فاطمه السويد باسكو مخلصاتك؟ لا اختي تخلصنيش انايا، انا فاطمه السويد هي ماشي لاش تاعي، انا صغيره عليها بصح ماشي صغيره عليها بزاف. هي ماشي لاش تاع وحده شيبانيه، لا درتوهاش في القدره ما طابتش، هي لاش تاع خواتاتي. وخواتاتي انا كنت صغيره هذاك لو مومو يحكولي يحكولي على دارهم يحكولي. الله يبارك، عاشت في دار ما شاء الله، باباها كان شاف دو بريكاد الله يرحمه ويوسع عليه، اي كان رجل قانون. وهي من تكلاشي الفنانين، من تكلاشي الفنانات دوك اللي راهم عاليننا، دوك اللي راهم خلنزين لنا السلفجه الجزائريه. مازال ما لقيناش كيما الاخرى هذيك نسيتها، والله لا نسيتها، هذيك كنت نتبعها بزاف يا ربي كسموها رشيده وقيله ولا ما على باليش، ديك المذيعه. ايه جابوا لنا غير صحاب التيك توك وجابوا لنا صحاب الانستا، هيا هما يقدموا لك في برنامج وقابلين تليفون يقول لك تبعونا لايف، رانا دايرين اللايف في الانستا. او انت تجي تتقدم الاخرى تاعك في التلفزيون ولا تجي تتلقط لي زابوني من الانستا. هذه هي، والمجتمع تاعنا ضاع ضاع خاطر ما كاش بعقول، كاش عقول اللي تفكر ما كاش. الله يحفظ ويستر. ما نطولش عليكم اخواتاتي، الفيديو يجيكم طويل على بالي بلي تكرهوا. تهلاو في روحكم اخواتاتي، فيديو جاي ان شاء الله. بسلامه.